السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة وبسلام وبخير دائما وأبدا إن شاء الله، والله يديم علينا وعليكم الصحة ويصرف عنا هالوباء بجاه سيدنا محمد بجاه كني إلى جاه عنده يا رب. اليوم راح أشرح لكم عن القرآن الكريم، برنامج اللي هو القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم بإمكانك تفوت تنزله من السوق بلي، تمام؟ بصراحة هذا البرنامج كتير ممتاز، وبتحسه يعني بتحس كأنك حامل قرآن بإيدك، تمام؟ وبالإضافة إنه هذا ما له محرف، تمام؟ لأنه في 9 نسخ تقريبا نزل على سوق بلي من القرآن الكريم محرفة فيها تحريف، تمام؟ في فئات معينة محرفين القرآن مشان يزعزعوا الدين الإسلام. فالحمد لله على دين الإسلام وعلى نعمة دين الإسلام، الحمد لله. فالقرآن هذا رح هلا اشرح لكم عنه وورجيكم انه في كثير ميزات حلوة، تمام؟ وراح اقول لكم كيف هلا بننزله. بنفوت على السوق بلاي، تمام؟ بتحط هون تكتب له آيات، بس تكتب له آيات بيطلع لك أول خيار آيات القرآن الكريم، تكبس عليها أول وحدة ويقوم يطلع لك هيك شعاره، أي شايفين الصورة هي آيات، تمام؟ تنزله، بس تنزله عندك انت بقى بترجع على سطح المكتب بتلاقي منزل عندك هون. بنفوت عليه، تمام؟ شايفين كيف؟ هاي عندنا هون سورة الفاتحة، نبلش فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم، تمام؟ هلا هي عنا سورة الفاتحة مثلا، عنا بدنا نحن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، نكبس عليها كبسة طويلة، شايفين؟ كبسنا عليها كبسة طويلة. عندك التفسير بيكون تحت، أي لكو بيكون هيك إشارة مثل الإعدادات، تكبس عليها أنت هيك تسحبها لفوق تشوف شو معنى التفسير بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ هي حاطين لك التفسير سورة الفاتحة، سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة. فهي التفسير تبع بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ عنا مثلا الحمد لله رب العالمين، تكبس عليها كبسة طويلة، تمام؟ ترجع لتحت تسحبها لفوق، هي عم يعطيك الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. فعندك هون كل آية أنت بدك إياها بفسر لك إياها، تمام؟ فيها تفسير. هي شغلة. شغلة تانية، هي الآية مثلا أنت بدك تترجمها للإنجليزي أو للألماني، تكبس كبسة على الشاشة هيك، تكبس على الإعدادات هي اللي فوق، تمام؟ عندك هون في خيار اسمه ليكو التراجم والمعاني، تكبس عليها التراجم والمعاني، تكبس على هي اللي هون، بتقوله اللغة اللي بدك إياها يترجم لك إياها لأي لغة أنت بدك إياها بيترجم لك إياها. لنفترض بدنا إياها يترجم لنا إياها للألماني، هي ليكو عنا الدويتش، تمام؟ نحط على الدويتش، نقول له استعراض، تمام. هلا هون عم يقول لي انه الملف تبع الترجمه مو موجود عندي، فانا حابب اني انزله، بنقول له تنزيل الملف. هلا عم ينزل الملف، شايفين هون عم ينزل، هلا بينزله على السريع، اكتمل التنزيل. هلا بنقول له اكتمل، تمام. بنرجع هلا لحنا لورا، شايفين اعطاني الترجمه بالالماني اللي هي لصورة لمعنات الحمد لله رب العالمين، تمام؟ هي عطاني الترجمة اللي هي موجودة، Alles Lob gehört Allah dem Herrn der Welten، تمام؟ هي عم يقول لك شو معناتها. نحط على الآية اللي بعدها الرحمن الرحيم، تمام؟ هي حاطت لك التفسير، تمام؟ أي ديم ألي بارما إنه الرحمن، وعنا هاي ديم بارم هيرتسجن اللي هو الرحيم، تمام؟
أي التفسير تبع الرحمن الرحيم. كل آية بتلاقي مفسر لك إياها أنت للغة اللي بدك إياها، تمام؟ نحن نرجع هلا نرجع للغة العربية، نكبس على الخيارات، تراجم المعاني، بنقول له هون، بنقول له رجعنا إياها على العربية، بنقول له استعراض، رجع العرب، شايفين؟ هي شغلة. عندنا مثلا شغلة تانية، أنا مثلا حابب أسمع سورة الفاتحة يقارئ من القراء مثلا انا اللي بدي اسمعه، تكبس هون، شايفين حاط لك هون، انا حاطط القارئ الحذيفي، تكبس عليه هون، تمام، تكبس عنا هون، يعطيك القراء كل اللي موجوده بهذا البرنامج، تنزل لتحت، تمام، هي عندك الحذيفي، الحصري، الحصري 2، عبد الله بصفر، محمد ايوب، المنشاوي، عبد الباسط، عبد الصمد، كل القراء اللي تخطر ببالك موجوده، شايفين؟ عبد الباسط جودة متوسطة، المنشاوي جودة متوسطة، في جودة عالية جودة متوسطة، ففي عندك قراء كتير يعني، تمام؟ فأنت بتختار القارئ اللي بدك إياه، حذيفي مثلا، تمام؟ وأنت بس بتكبس على السماع. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، شايفين؟ بسم الله، يعني بتحط القارئ اللي بدك اياه انت وبتقول له انه انا تمام، هاي عبد الباسط عبد الصمد، قول له تشغيل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فبرنامج يعني عن جد انه ممتاز ورائع يعني، فانت هون بتحط القارئ اللي بدك اياه، تمام. هاي شغله عندنا مثلا الايه تبع الحمد لله رب العالمين، انت بدك اياها تحفظها عندك، تحط عليها علامه انه هي الايه مثلا بدك ترجع تراجعها او شيء، مثلا تكبس على كلمه علامه، تكبس عليها، عامل لك انه القراءه، انه بدك تشوف كيف القراءه تبعها، ولا الحفظ ولا ملاحظه، بتحطها انت وين، بتقول له انت قراءه، عامل لك تم إضافة العلامة المرجعية، يمكنك استعراض العلامة، يعني إنه خلص انحفظت هلا. شلون بدنا نشوفها نحن؟ بنكبس هون على الإعدادات فوق، تمام؟ عندك هون كلام، هي كلمة علامات المرجعية، تكبس عليها، هي ليك الحمد لله رب العالمين، موضع القراءة بتاريخ كذا كذا، هي إنه انحفظت هون، شايف؟ بيرجعك عليها، بس تكبس عليها أنت بيرجعك عليها، يعني أنت بس كبست على هي العلامة بيرجعك عليها. تمام؟ نحن مثلا بدنا نحذفها، بنقول له إزالة العلامة، انزالت، تمام؟ هي شغلة. شوفي عنا كمان شغلة تانية، نسخ مثلا، هي الآية أنت حابب تنسخها، بدك تنسخها وتحطها عندك أو تضيفها عندك بأي شيء، تكبس هون عندك النسخ، تمام؟ هون عم يقول لك أنه تنسخ الآية، تمام؟ تنسخ الرابط، تعمل له إرسال على عندك على الواتساب أو على الإيميل أو على أي شيء بينتسخ عندك، تمام. شوفي عنا كمان، عنا التفسير، تفسير انت مثلا بدك تفسر آية مثلا، هون عندك شايف التفسير في كذا واحد، السعدي، الوسيط الطنطاوي، البغوي، ابن كثير، القرطبي، الطبري، يعني في هدول التفسير، انت بتحط التفسير اللي بدك اياه، بتقول له انا بدي هذا التفسير مثلا، هذا الشخص اللي يفسر لي اياه، تمام. فهون بتحدد انت اللي بدك اياه. شوفي عنا كمان، تمام، عنا هون شغله مثلا، هون عند كلمه الصوره تكبس عليها، انت اي صوره بدك تكبس لهم، بتلاقي الصور كلياتها موجوده، مثلا صوره الكهف تكبس عليها، بيقول لك من اي ايه بدك اياها، نحن طبعا من الاولى، الايه الاولى، او اذا حدا بيكون عم يقرا او كي او حافظ شيء بباله او شيء، بيحط رقم الايه هون اللي بده اياها، اي آية بدك بينقلك عليها، تمام. فنحن عم نقول له واحد، بنقول له انتقال، شايفين نقلني على صورة الكهف، هي ليك صورة الكهف، اي شايفين، اي عنا هون الآية وعنا هون، نرفع هاي لفوق، هي تفسير اول
الآية، تمام؟ الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة، يعني هون أي تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، تمام؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نكبس عليها كبسة طويلة يعطيك التفسير، تمام؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نكبس عليها كبسة طويلة بينقلنا على الآية هي، ليك هي تفسيرها، تمام؟ يعني برنامج بصراحة يعني عن جد ممتاز، يعني أنا بنصح كل مين يعني بيقرأ قرآن ينزله عنده على الموبايل، وكثير حلو وسلس. أي شغلة شوفي عنا كمان، حكينا على التفاسير، حكينا على العلامات، حكينا على الصور. هون عندك الجزء، أنت بتفوت بتحط أي جزء بدك إياه، بتحط كمان هون أي جزء أنت بدك بالقرآن كمان بتحطه، تمام؟ جزء 15 يعني في كل شيء، كمان تملو انتقال. شوفي عنا كمان التلاوات والتحفيظ، تمام؟ التلاوات والتحفيظ فيك تحط له القارئ، فيك تحط له التكرار انه يرجع يكرر لك الآية، هاي ميزة التكرار، تمام؟ وفي عندك هون تحت اختبار الحفظ، بتحط له الآية وبتعطيه بدء وانت بتعود تسمعها وبتقراها مشان يختبرك انه شوف قرايتك صح، حافظ مالك حافظ، ممتاز يعني، تمام؟ هون عندنا الخيارات، اللغة شو بدك اياه، نحط اللغة تبع البرنامج عربي ولا انجليزي، حط اللي بدك اياه، تمام؟ المصحف حفص بن عن عاصم، حفص عن عاصم مصحف التجويد. طريقة قراءة، طريقة عادية، شو قراءة ليلية، قراءة عادية، هذول بصراحة أنا ما جربتهم، بس إنه يعني هي من ضمن الإعدادات. عندنا هون الإعدادات الثانية، الذاكرة الخارجية، الذاكرة الداخلية، تمام؟ انه هون انه بدك تحفظ انت هدول الامور كلها على ذاكرة الجهاز ولا على ذاكرة الميموري كارد، فبتقول له انت اللي بدك اياه. يعني نشر التطبيق، تقييم التطبيق، المساعدة، اتصل بنا اذا في عندك اي سؤال، اي شيء بدك تسأله كمان موجود هون، تمام؟ عندنا هون كلمة تنزيل الملحقات، نكبس عليها، عم يقول لك هون تنزيل ملحقات، شو بدك تنزل انت؟ بدك تنزل التفاسير ولا التلاوات ولا الصفحات؟ بنقول له مثلا الصفحات. هون عم يقول لك بدك تنزل من اي صفحه لاي صفحه، بتحدد له انت من اي صفحه لاي صفحه بدك تنزل. هون حاط لك القران كلياته، بس بدك تنزله بتنزله عندك القران قراءه. كيف تنزل عندك صفحات؟ شو الفكره من هي انك تنزل الصفحات عندك؟ هذا البرنامج بيتطلب انترنت، تمام؟ يعني احيانا ما بيكون عندك انترنت انت، فبيتطلب انك انت تنزل الصفحات، فبتنزل الصفحات انت عندك على الموبايل بنحفظه. لو ما شغلت انترنت تفتح القرآن بقلبه صفحة صفحة، يعني انت نزلتهم عندك، تمام؟ هاي شغلة. شوفي عنا كمان شغلات فيه، تمام؟ هون كلمة الصفحة كمان بتحط انت، بتكبس عليها بتحط الصفحة انت اللي بدك ياها، وين انت واصل بالقرآن بتحط الصفحة اللي بدك ياها، تمام؟ شوفي عنا كمان، تمام. فهلا بظن انه كل شيء شرحت عنه يعني للبرنامج. بصراحه مثل ما قلت لكم انا بنصح فيه، يعني اللي بيقرا القران ينزله عنده، وشايفين مثل ما شايفين يعني كتير كتير هيك سلس، وفي كتير خيارات وممتاز. هلا بالاضافه انه مثلا هي الشاشه انت شايف شلون بعيده مثلا هي او قريبه هي، تمام؟ انت بدك مثلا تبعدها، انه تبعد صفحه لورا، تكبس كبستين ورا بعض على الشاشه، شايفين كيف رجع صار هيك، صار في عندك انه مسافة يعني لورا. في ناس مثلا بتحب انه يكون مقرب على القراءة، تكبس كبستين بترجع القراءة مقرب عليها، شايفين؟ فبرنامج بصراحة كتير حلو، والقرآن الكريم هذا يعني بإذن الله ماله محرف واموره بخير بإذن الله، تمام؟ فأنا حبيت والله اشرح لكم عن هذا البرنامج اليوم، القرآن الكريم، لانه ديروا بالكم ما تنزلوا اي برنامج قرآن منزل على السوق بلي، لانه في منهم محرفين، يعني في ناس كتير عم تستهدف الاسلام والمسلمين،
والله يجيرنا بجاه سيدنا محمد، والله يعز الإسلام والمسلمين بجاه سيدنا محمد. فديروا بالكم وفوتوا كمان، يعني اللي بيشوف هلا هذا الفيديو فوت حمل التطبيق واقرا، انت ببين معك كمان انه اذا في شيء محرف، في شيء مو ظابط بالآية وانت عم تقراها ببين معك، تمام؟ فهذا برنامجنا اليوم، وبتمنى ان شاء الله رب العالمين يجعل لي الاجر والثواب اني شرحت عن هذا البرنامج اللي هو القرآن الكريم، ويجعل الاجر والثواب انه لكم بجاه سيدنا محمد، ويجعلنا هيك من حفظة القرآن، ويشرح صدورنا دائما وابدا يا رب. بتمنى انك تشترك بالقناة اذا مو مشترك بالقناة، واعملنا لايك، وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.